السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنبدأ بقى نستمتع بشوية حاجات جميلة كده كنت دايما بتشوفها انت، بس انت مش فاهم هي الفكرة بتاعتها ايه. الاكزامبل بتاع الفيديو ده وكام فيديو اللي جايين هنبدأ نشوف حاجات جميلة كده وتبدأ تنفذها بنفسك. مع كل فيديو هنتعرف على مكتبة جديدة، نفس اللي عملناه في الفيديوهات اللي فاتت هتكمل بيه نفس الفكرة بالظبط. مش لازم كل مكتبة اتذكرت دلوقتي في الفيديوز دي انت تدخل وتبدأ تدرسها كلها، علشان انت بتدرس البايثون، مش ده المطلوب نهائيا. حتى دكتور ديفيد في المحاضرة قال ان هو اتعرف على المكتبة دي من اسبوع بس قبل تجهيز للفيديو. الفكرة ان انا لو انا بعمل برنامج معين محتاج حاجة معينة وانا عارف ان الحاجة دي هقدر اجيبها من مكتبة، ببدأ ادخل المكتبة دي واقرا الدوكيومنتيشن بتاعتها، ابدأ افهم طبيعتها وازاي استخدمها وايه المزايا اللي انا هحصل عليها منها. الفيديو ده احنا عاوزين أبدأ أخلي الكمبيوتر يتكلم معايا، يعني أكتب له حاجة وهو يبدأ يرد عليا. نعملها إزاي؟ بنعملها عن طريق مكتبة اسمها BYTTSX3. لو أنت عملت سيرش في جوجل على الاسم ده هتلاقي فتح لك أول صفحة دي، تبكل نفس اللي حصل في الفيديو اللي فات. بتاخد الكود ده وبتبدأ تطلب من الباكج مانجر بتاعك اللي هو اللي اسمه البيب اللي نازل بلت ان في البايثون، تبدأ تقول له لو سمحت اعمل لي انستول للمكتبة اللي اسمها BYTTSX3. تعالى كده نفتح الكوماند لاين وتعالى نديله نفس الامر ده. هيبدأ يعمل داونلود زي ما انت شايف كده، هتلاقيه عمال اهو ينزل المكتبة دي، وهتلاقي هنا اوتوماتيك بيقول لك ان المكتبة دي اخر اصدار فيها اللي هو 2.9، واوتوماتيك لو انت استخدمت الامر ده هتلاقيه بينزل لك اخر اصدار اللي هو 2.9، وهنا بيقول لك ان تم عمل انستول بنجاح. خلاص، الرساله اللي ظهرت بالاصفر دي بيقول لي ان انت بتستخدمي بيب فيرجن اللي هو الرقم ده، لكن في فيرجن احدث اللي هو بدل 0.11 لا في 0.13. انا ممكن اعمله دلوقتي ابديت عن طريق امر بسيط، بس مش عايز ادخلك في القصه دي دلوقتي. بدأ هنا يقول لك الخواص بتاعت المكتبة دي ايه. بيقول لك ان انت تديها تكست، الفكرة ان انت تكتب للكمبيوتر وهو يبدأ يحول التكست بتاعتك ده ل speech conversation، يبدأ هو يتكلم التكست اللي انت كاتبه له ده. بدأ هنا يقول لك ازاي تستخدمها. اول حاجة بدأ يكتب لك ان هي بتكتب في الاول خالص الامر ده. ليه بنكتبه؟ ما دي مش حاجة بتاعتنا، دي صانعين اللايبراري دي او المبرمجين بتوعها هم اللي قالوا تعملوا كده علشان المكتبة دي تشتغل صح. طيب بص كده، تعالى ناخد الامر ده اللي هو قايله لنا وتعالى ننفذ الكود بيه. تعالى نعمل نيو فايل. النيو فايل ده انا هسميه speech.py، وحفظته انا عندي على فولدر اسمه تست، طبعا احفظه في اي مكان انت عايزه. بدأ يتعرف عليه. هنكتب الأوامر بتاعتنا. أنا عن طريق الأمر ده عملت import للمديول. طبعا لو أنا كنت كتبت نفس الأمر ده بالظبط قبل ما أعمل ال install هنا كان هيقول لي مش قادر أتعرف على المديول ده، لكن أنا بعد ما عملت install بدأ لو أنت وقفت عليها تقول هيقول لك المديول اللي اسمه BYTTSX3. كتبت نفس الأوامر اللي هو اديهالي بالظبط عشان نستخدمها. هنا انت عشان بس يعمل initialize للمكتبة دي للمديول ده، وبعدين قلت له ادخل بقى على method اسمها say جوه المديول ده. السيل function دي بتاخد مني التكست وتبدأ تجهزه عشان يعمل run ويبدأ يشتغل ويطلع كصوت عندي. تعالى كده نجرب. I will speak this text. Hello, world. Hello, Russia.
انا عن طريق الاكزامبل ده كتبت لك هنا، دخلت انبوت تاني وخليته يسأل اليوزر عن اسمه، واللي هيخرج لي من الفانكشن دي هحفظه في متغير اسمه نيم، وبعدين هقول له هلو نيم، اكزامبل بسيط خالص زي ما احنا متعودين. طبعا انت هنا تقدر تخليه يقول اللي انت عايزه، وتقدر تستخدم المكتبة دي وتعمل حاجات حلوة بيها جدا. ده كده كان اكزامبل بسيط اتعرفنا بيه على امكانية عالية قوي ممكن تعملها بالبايثون باستخدام المكتبة دي. احنا كده خلصنا الفيديو، استنوني فيديو جاي هنتكلم عن مكتبة جديدة وحاجة جديدة في البايثون. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.